حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف السيد جمال مرقة، خبير تقنية المعلومات من دبي. سيد جمال، مساء الخير، أهلا بك معنا. مارك زوكربيرغ يخسر 9 مليارات دولار في 48 ساعة فقط. معلومات تكشف بأن فيسبوك ارتكب أخطاء تتعلق ببيانات المستخدمين، وحتى مارك زوكربيرغ يعترف بذلك. ماذا يحدث لعملاق التواصل الاجتماعي؟ هل بدأ يخسر نفسه؟ هل بدأنا نعيش نهاية فيسبوك؟ لا يعني نعم، تفضل. الو، تفضل، ايوه، نسمعك، تفضل سيد جمال. طبعا اللي صار شيء كان له اثر كبير على سمعه شركه الفيسبوك، وبتصور له اثر كبير كمان على كل الشركات الشبيهه اللي بتشتغل ب مجال التواصل الاجتماعي، والناس بيدخلوا بيحطوا معلوماتهم فيه. طبعا زي ما سمعنا من الرئيس التنفيذي لشركه فيسبوك بيدعي او بيقول انه كان في اخطاء داخليه بنظام الشركه سمح لشركات انها تستخدم بيانات المستخدمين بشكل غير صحيح. نعم، الاثر بتصور راح يكون كبير على شركه فيسبوك والشركات الاخرى. لا اعتقد انه راح يكون نهايه لفيسبوك، ولكن راح تكون ضربه قاسيه، يعني زي ما ذكرتوا بتقريركم الخسائر كانت باهظه لشركه فيسبوك. نعم، واذا بنتفرج على الستوك ماركت بنشوف انه معظم الشركات التكنولوجيه في امريكا وفي اوروبا كمان. لكن بتعاني يعني من هذه خسائر ليست كبيره. اول مره يعني يتم اتهام فيسبوك بشيء مماثل، وايضا ربما المستخدمون لم تعد لديهم الثقه في الموقع. اذا ما تحدثنا بشكل خاص عن فيسبوك، فهو عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، هو من بدا اصلا بهذا المجال كموقع. يعني هل يمكن الفيسبوك أن يكسب من جديد ثقة المستخدمين؟ نعلم بأنه حسب آخر الإحصائيات الناس أصبحوا يتجهوا إلى المواقع الأخرى كأنستغرام، كسناب شات، ك يعني المواقع الجديدة. يعني أصبح هناك ربما تراجع في استخدام الفيسبوك. نعم، يعني بدون شك بقول راح يكون لها تأثير كبير على شركة فيسبوك ومستخدمين فيسبوك. ولكن يعني لازم يكون وعي كمان للمستخدم في منطقتنا وفي العالم كله، انه هي دخولك لمواقع التواصل الاجتماعي وادخالك لبيانات عن نشاطاتك وعن معلوماتك، مش بس فيسبوك، بتصور اي شركه اخرى ممكن توقع بنفس المازق اللي وقعت فيه فيسبوك حاليا، لانه هذه معلومات انت بتقدمها بطريقتك، بتخبر عن نشاطاتك، عن هواياتك. طيب، حضرتك تتحدث من ناحية تقنية وبخبرتك في المجال التقني، لكن المستخدمين يعني الناس البعيدة عن التكنولوجيا أو عن خبرة تقنية وخبرة معلوماتية كبيرة، عندما يسمعون مثل هذه ربما المعلومات يشعرون بالتخوف من موقع فيسبوك. هؤلاء كيف يمكن الفيسبوك أن يكسب ثقتهم من جديد برأيك؟ يعني بدون شك، بس هو الكثير لازم نكون واعيين له ان هي المشكله مش تقنيه بشكل كامل، يعني هي المشكله اكثر هي انه المعلومات اليوم صارت موجوده على الانترنت، وصار بامكان شركات تجاريه وشركات تعمل في هذا المجال انها تستخدم هذه المعلومات وتستقي منها نتائج ممكن تاثر على خصوصيه اي بني ادم، سواء كانت في موقع فيسبوك او المواقع الاخرى. اليوم فيسبوك يمكن بالصوره بشكل كبير، وبتصور راح تكون يعني لها تداعيات كبيره على شركه فيسبوك، ولكن برايي انه اليوم شغله اشتراكنا بهذه المواقع اصبحت جزء من حياتنا، والناس راح تستمر باستخدام هذه المواقع. نعم استاذ جمال، يعني ممكن يكون هذا درس لنا انه نكون حذرين اكثر في المعلومات اللي بنحطها بهذه المواقع. شكرا لك على هذه المداخله. جمال مرقة، خبير تقنيه المعلومات، كنت معنا بالهاتف من دبي.